السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم على فيديو جديد. الطبيله ديال اليوم كيف ما كتشوفوا مكونه من اون سلاد اللي كتجي منعشه في رمضان، اون سوب ديال القرعه الحمراء، برغر اللي غتشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال الخبز ديالو، الكفته، المونتاج، كل شيء رافقته بدي كروكيت ديال البطاطا. اي بور لو ديسير كريم كراميل اللي ديجا وجدت معكم من قبل، غنخلي لكم الرابطه ديالو في صندوق الوصف. هاد ربعه ديال الوصفات غادي نقسمهم على جوج ديال لي فيديو. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا الطريقه ديال البرغر، الخبز ديالو، الكفته، المونتاج ديالو، كلشي. والفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوف معكم الطريقه ديال التحضير ديال لاصالاد ولا سوب. لنشاهد مع بعض مقادير وطريقه تحضير البرغر. بالنسبه للبان برغر غادي نحتاج 500 غرام ديال الفرس اللي غربلت من قبل، 80 مللتر ديال الماء، 180 مللتر ديال الحليب، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره، 50 غرام ديال الزبده، بيضه وشويه ديال الملح، وغادي نحتاج كذلك شويه ديال الحليب وشويه ديال الزنجلان البيض. هادو اللي غادي ندير في البرغر من الفوق. دونك نشوفوا مع بعض طريقه التحضير. اول حاجه غادي ندير، غادي ناخذ الماء والحليب والسنيده والخميره، وغادي نسد عليهم وغادي نخليهم لمده ديال واحد جوج ديال الدقائق حتى تدفع لينا الخميره. من بعد ما دازت جوج ديال الدقائق غادي نزيد الفرس، الزبده، البيضه، والملحه. وندير العجينه ديالي تعجن مده ديال 6 ديال الدقائق. فوالا العجينه ديالنا بعد ما تعجنت 6 ديال الدقائق كتكون على هذا الشكل، واخا تكون كتلصق شي شويه معليش. فوالا غنجمع العجينه ونخليها تخمر لمده ديال ساعه ونص. دونك فوالا بعد ما داز ساعه ونص العجينه ديال لي برغر هي خمرات مزيان. غادي ناخذ واحد شويه ديال الدقيق وغادي نرشو مزيان في بلون دو طرافاي. نورمالمون هاد العجينه هادي كتخرج لي ما بين 8 حتى 9 ديال لي برغر. انا غادي نعبرهم باش يجوني قد قد. بغيتو لي برغر يكونوا دي ميني غديروا 50 غرام في الوحده، بغيتوهم مويان غديروا 70، بغيتوهم كبار كديروا 90 حتى 100. دونك انا غادي نقسم العجينه ديالي وغادي نقول لكم شحال درت فيهم من بعد. دونك فوالا درت فيهم 100 غرام في الوحده، الا بغيتوهم شويه يكونوا كبار خرجوا ليا 8 ديال لي برغر. دونك بعدا غناخذ الطاوله اللي كتدخل الفران وغادي نجيب واحد لومون وغادي نبدا نحط الكرات ديالي في وسط منه باش يجيونا قياس واحد. غادي ندخلهم الفران مده ديال 45 دقيقه على درجه حراره 30 ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالو. اونطري طون غادي ندوز باش نوجد الكفته اللي غادي ندير في لي برغر ديالي. دونك عندي هنايا كفته اللي ما فيها لا عطريه لا والو، غادي نسمع على الطريقه ديالي. عندي الربيع اللي غادي نشلطو مع البصله، بيضه، معلقه ونص ديال لاشابلوغ، الملحه، الابزار، راس معلقه صغيره ديال الكمون، والتحميره، وصوص باربيكيو.
هاد لاصوص كتجي في الكفته زوينه. غادي ندوز دابا باش نسي الكفته. وغادي نخلط جميع العناصر. من بعد ما خلطت الكفته مزيان ودخلت فيها داك القوام، غناخذ داك لومول اللي ديجا خديت عليه القياس ديال لي بارغو، وغادي ناخذ بصل فوالا. بعد ما ندوزو 45 دقيقة في الفران، وغناخد شوية ديال الحليب وغادي ندهن مزيان، وغادي ندردر بشوية ديال الزنجلة المبيض. غنستمر على هاد الشكل حتى نسالي لي باغا كاملين ديالي، ومن بعد غادي نرجعهم للفران يطيبو مدة ديال 10 دقائق على درجة حرارة 210. يعني اون فوا تخرجوا لي بارغو من الفران المرة الأولى، غادي تزيدوا في الحرارة عوض 30، غديروا 210، ديروا هاد العملية وتردوهم 10 دقائق يطيبوا. من بعد ما طابوا لي بارغو، غناخذ واحد الشبيكة وغادي نحط فيها لي بارغو ديالي، نخليهم حتى يبردوا، وعاد ندوز للمونتاج. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم كيجي رائع والريحه كتشهي. دونك نخليهم حتى يبردوا ان شاء الله عاد نعمرهم. هذا هو الشكل ديال الخبز بعد ما طاب وبرد وحليته بالموز ديال المنشار. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم كيف كيجي من الداخل. دونك ندوزو دابا للمونتاج. الكفته طيبتها، تقدروا طيبوها في الفران، تقدروا تشويوها اللي بغيتوا. انا درتها غير في مقيله طيبتها. دابا غادي ندوز باش نعمر. دونك ناخذ هاد الصوص برغر كيجي زوين بزاف. غادي نديرها هي كومباز، غنطريها فوق الخبيزات. من بعد غادي ناخذ الخس، من بعد ناخذ الطرفات ديال المطيشه اللي دوزهم في الموندولين وحيت لهم الزريعه باش ما يميهوش ليا الساندويتش ديالي. من بعد ناخذ الفرماج. انا كنستعمل هذا النوع، تقدروا تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. من بعد غناخذ هذه الكفته هذه اللي ديجا درتها فوق واحد لو بابيي باش تابسوربي لي داك الزيت اللي كطلق. من بعد كنزيد عاوتاني لاصوص. فوالا هذا هو الشكل ديال لي بارغو. غنوريكم التقديم ديالو في الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديال البارغو. كنتمنى الفيديو ديال اليومين ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر.